درتشتنا لنسى الكل، درتشتنا على نجاحك، كفاحك، طموحك، درتشتنا على أحلامك، قوتك، سحرك وجمالك، درتشتنا على صحتك، دارك وعائلتك. درتشتنا لنسى الكل، درتشتنا على نجاحك، كفاحك، طموحك، درتشتنا على أحلامك، قوتك، سحرك وجمالك، درتشتنا على صحتك، دارك وعائلتك. ولا حرتاح راح تنسى وتهواني وتلقاني كل جراح، يا مسهرني ليالي وانت على بالي، انا عمري ما نسيتك، انا ما صدقت لقيتك، وبتسأل لو حبيتك وانا دايب فيك، شايفني جايلك دايب، جايب لك قلبي وداك، روحي وناسي الحبايب. حياة الروح درتشتنا تجمعكم من توا حتى المسعتي المدة سبيعتين من زمان كي معاودنكم ودي غطوغ معاكم، خاصة بعد شهير رمضان نحاول درتش معاكم بالناس الكل دي بانشي على 93 رجل حياة فم إذاعة القيروان للصحة، مختلف الفقرات اللي تهمكم بيان سور انتوما اللي تسمعوا فينا، تهم صحتكم، تهم حياتكم اليومية، تهم زيدا مختلف الأشياء اللي تنجموا تمارسوها طيلة النهار متاعكم. وبديكم مع حمزة بشي اللي رحبوا بيه بيان سور هكا بالطاقه بالامل، على خاطر هذا اللي باش يكون حمزه محور موضوعنا بعد شويه. اهلا وسهلا، عسلامة مريم، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعينا في الحصه المزيانه اليوم. ان شاء الله تعد حصه شيقه ورائعه، عندنا برشا فقرات مختلفه فيما يهم النساء، نساء وبلادي، حاجات هكا مزيانه برشا في التحديات، في الخواطر، حاجات مزيانه حاصلوا كيفكم انتم الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا ومعدلين الموجة على 93. تبعونا وخليكم برونشي. انا ديما نقولهم لازمهم هكا يبداو النهار نتاعهم بالطاقه بالايجابيه ويقعدوا على طول النهار، فيكو توا الطقس سخون حمزه نعرف الناس كي تبدا ايبانوي ايبويزي يبداو هكا عندهم شويه خمول، نحبكم من نشطهم شويه مع هكا الوقت هذايا بالذات، نحاول نشوفهم اجواء الموسيقى معك انت ديما الموسيقى الحيه، احنا راني ناخذها معك انت. إذا كان عنده مقترحات 70-35-120 نجموا يدلوا على حمزة كيكا يدندن لهم شوية من الموزيكا، سينو فكرهم بعد بشوية إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا. وقلنا لها احنا قلنا وعد للسيدة مستمعين اللي خاصة برانشي على حكاية وربية في فاح العنبر في رمضان، طلبوا منا كونا نواصلوا في الحكايات هذوكا، وخاصة الصغيرات اللي الأولي امتاحهم غرمهم بالحكايات هذوكا. اليوم مش يكون إن شاء الله مع مدام نجيبة جديدة باش تحق بينا بعد بشوية، مش يكون سبق الخير تلقى الخير، ديما نقول احنا تفائلوا خيرا تجدوا، اش خير من الخير، اش خير من التفاؤل، حاجه باهيه يسرتو معناها في الوقت هذا مريم. بالحق تحسها ما بين الصباح وما بين العشيه هكا، كل الانسان مش يبدا نهاره يزم يبداه بحاجه معناها انرجي تكون بوزيتيف، فهمتني، وتكون معناها ينطلق بها يعدي بها نهاره، وهذا اي وهذا هذا ان شاء الله باش تشوفوه معايا اليوم في فقره الخواطر اللي حضرتها. باش نحكي لهم على الاراده، باش نحكي لهم على الاراده وكيفاه نعديو نهارنا وكيفاه نعديو حياتنا بلوتو، فهمتني. نذكرهم زيدا ابغتيغ من الاسبوع القادم زيدا نسينا نعرفوا برشا نسين مغرومين هكا باللي زاستوس بوتي اللي يكونوا طبيعيين، خاطر نعرفوا بعض ساعات يستغلوا شويه لي برودوي الموجودين اللي نلقاوهم موجودين في السوق. يقول لك علاش لي اسكو لي برودوي هذوما ينجموا يمشيو معايا، خاصة لي برودوي ناتوريل. هذا ان شاء الله شكون تقوى المليح معانا في مجال العلوم والتكنولوجيا الفلاحية والصناعات الغذائية، وعندها زيدا تحكي لكم على انتاج واستغلال النباتات الطيبة والعطرية كيفاش نستغلوها في دارنا، وخاصة احنا نعرفوا معناها فما لي استوس يدخلوا سوغ انترنت، اما اليوم باش نجيب لكم اهل الاختصاص باش يكون حاضر معانا ونحكي في الموضوع هذايا، وهاكا نفيدوا المرأة ناس. وهذا فونغو مريم للمرأة الكادحة نتصور هكا، اي اكيد هي ما وصلت حضرت تقوى البروجي نتاعها وكل كاين ما تعبت عليه، ونعرفوا احنا فما دي معناها دي زيتود لازمهم يتعاملوا باش توصل تخرج فينالمون البرودوي، تتم المصادقه على البرودوي هذاك حتى باش يخرج يتباع في السوق، وهكا باش يستفيدوا الحقيقه هما من تقوى مليح اللي باش تكون حاضره معنا ابارتيغ من الاسبوع القادم. احنا مواصلين معاهم في درتشتنا بالموزيكا بيان سور الناس الكل، موضوعنا اليوم نذكركم بعد مع مدام نجيبه جديد الناس ميساج الامهات اللي برونشيها، كان ذكركم
التوقيت ولا من نص نهار المساطين كل نهار سبت. سبق الخير تلقى الخير وديما تفائلوا خيرا تجدوا. سيدون حمزة باش يجيكم بالإرادة والعزيمة اللي لازمكم تبدوها عنده برشا ما يقول بتبيع حمزة في الموضوع هذا. رحبوا بلاو في الشرطاني في الإخراج التقني الحصة سينو عبير اللي ما أمنت لكم ديجيتال ومختلف الزملاء اللي سيغنطين الحقيقة واللي مأمن لكم البث المباشر على راديو الحياة فم إذاعة القيروين للصحة. نذكركم لميسيون دردشة من نص نهار المساطين كل ما يهمكم انتوما الناس الكل اللي برانشي على 93 يهم صحة المرأة يهم حياة المرأة ومسيلش روكي نحكي وحتى على كوتي بوتي مع تقوى الملايح إن شاء الله في الأسبوع القادم روي نجم حتى الراجل يستعمل ليزاستوس هذوما بطبيعة الحال. احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار من توا حتى المساطين أما أكيد نرفعوا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان وما جاورها. تواصلنا معكم 48 دقيقة بعد نص نهار اليوم حديثنا الكل حب أمل طاقة إيجابية هكا ولا يا حمزة؟ أكيد اليوم باش نحبوا برشا وباش نتعلموا كيفاش نحبوا بإرادتنا معناها بحبنا معناها كما نقولوا اللي باش يوصلنا الحاجات باش تبني لنا حياتنا بكل. فوالا هو اسمع بعد بشويه باش نمشيو للخواطر نوفل هو حاسك انت ديريكتومون باش تحكي في الخواطر شويه لحظه نوفل بشويه بشويه باش نمشيو مع حمزه في الخواطر. حمزه اكيد باش يحكي لنا على الاراده نذكرهم بعد بشويه باش يكون احنا عندنا ديما تور دو تابل في الموضوع نتاعنا باش تلتحق بينا مدام نجيبه الجريدي زاد هي كيف كيف اليوم في نفس التيم رغم عدم التنسيق في الحكايه وروي خاطر ديما نحبوها احنا ديما ديستيني الصغيرات مي اليوم توافقت مع نفس التيم اللي باش نحكيو فيه اليوم. بعد بشويه مدام نجيبه باش تجيكم بسبق الخير تلقى الخير نعرف برشا ناس ديما برونشي يحبوا يسمعوا الغبيقي كذا في حكايه ورويه ديما تفائلوا خيرا تجدوا. نحبوا نبداو النهار نتاعنا بالامل بالطاقه بالايجابيه خليوا وحياتكم كلها روح هكا روح الامل روح التفاؤل أكيد. اللي تكون موجوده معك انت باش نحكيوا على هي وباش يجي الامل وباش يجي التفاؤل لازم تكون الاراده قويه حمزه هكا بيان سور بيان سور توت سويت نمشيو معاهم خواطر ويبداو سي بون مش يبدا خواطر تاع حمزة. نحبكم تسمعوني الناس الكل الصغير والكبير والناس اللي تسمع فيا الكل. نحب نسالكم وسعوا بالكم معايا اللي باش نقوله لكم يستحق برشا تخمام وبرشا تفكير. على كل احسبوه تشنشينا شنو اللي واقف بينك وبين اهدافك واللي تحب واللي تتمنى. وأنا متأكد اللي كل واحد فيكم عنده 1000 حكاية في راسه و1000 سيناريو اللي يقول ظروف ولا إمكانيات ولا ظلم ولا غالب. مع البالكم الدنيا اليوم معناها دايقة مرة وشفنا فيها العجب وباللي تقولوا وباللي تجاوبوا عندكم حق وصدقين. كل واحد أدرى بحياته وظروفه مش كيما اللي يده في الماء كيما اللي عالجمر واقفين. أما قلت خليني نزيد نأكد لكم باللي الدنيا هي هي طبيعتها ما تبدلهاش ومعروفة ما تقفش وما تحركش وما تستناش. تي بالعربي الدنيا ما عالبلهاش ملا انت فاش تستنى ما تستناهاش. انت اللي فيها لازمك تصور وتكتب طريقك وثنيتك وكان ضيعت تصورك لولا فسخ وعاود. وكل مرة حاول بحقيقة وقبل ما تقول أموري ممشيتش أما قول المرة هذه باش نوصل وننجح. اللي فات يا جماعة صعيب واللي جاي نتصور أصعب أما اللي جاي فيه أصعب. أما قول راني باش نفرح باش ننجح. لقيت كلمة تقول أرجع وما تسلمش. الكلمة هذه ساكنة في قلوب الممنين اللي هي تتكلم وقت اليأس اللي يسكن الناس. صوتها يولي مسموع يشق صحرا سكات اللي تخنق الأنفاس. نحكي لكم على الإرادة اللي في بلادنا يتربجوا بها ويقولوا لها صحة الراس. وبيناتنا يا جماعة الإرادة مش قوة كلام وقوة تعبير هي الخدمة وهي الحكمة وهي حسن التدبير اللي هي بها تلقى الجيش باش تكمل وقت الخسارة. اللي هي في ظلام طريقك تضوي وتشعل منارة. اللي هي بها تقف على ساقيك. الإرادة يا جماعة هي اللي قالت أنا خيروني على الحب والأماني وحتى الأمل خطر أنا ما نسلمش ما نهبطش يديا وقت اللي الكل يعيا ويمل. ملا أحلامك وهدافك اللي تكسرت بإرادتك رجع أحياها وبنيها. أسمع مني صحح راسك مع الدنيا ما تسلمش وما تعياش ما تقولش ما نجمش. احلم توا واخدم توا وما تستناش. سلاحك خليه ساكن فيك وما تلوش عليه عند الناس.
إرادتك وعزيمتك أحييهم في حربك، استعملهم كر وفر، خاطر النجاح مش أمر عجيب وصعيب. يقولوا الناس قبل ناس زمان، الخدمة تجيب ما لا اخدم واسعة، وكان نويت وعزمت حتى البعيد واللي قريب. أكيد وبالعزيمة يحيوا النفوس هكا والله. كلام ما فيه برشا معاني حمزة، برشا من الناس ديما يلبس لدوا ديما يهبطوا يديهم يسلموا فيسا، أما بالكلام ذي من أيسوش نحاول المرة الأولى المرة الثانية نتيحوا المرة الأولى نتيحوا المرة الثانية، ما ديما مصيرنا باش نقوموا سيغتو نوصلوا للهدف متاعنا ونشوفوا احنا حتى successful story كلهم نلقاوهم الناس بديت من الصفر وصلت عدى بعراقيل، حتى الرجل العصامي زي كنت عرض برشا عراقيل، لكن انفانت كنت توصل للهدف اللي كان حطو. اذا كان ما عندكش اهداف ما تكونش عندك حياه هكا سويه، حياه اللي تنجم تشاقك وشايف الرفاه هذا، دونك ماكش باش توصل اللي تحب عليه. توصل اللي تحب عليه. فما حاجه مهمه مريم اللي هي نعرفوها الناس الكل وتربينا عليها من الصغرى، الانسان بطبعه او بالفتره اللي تولدنا عليها وتحطينا فيها، اللي الانسان معناها يقرينا نحن ملي صغار انك اخدم واسعى وكد وجد، معناها باش تلقى وباش ما توصل راك الحاجه اللي حاجتك بها ولا الحلم نتاعك الا ما تتعب برشا والا ما والناس كلها تقول لك لا، ما فما حتى انسان يقول لك ايه، فما حتى انسان يقول لك هاي الجنه هاو باب الجنه محلول ادخل، ولا هاو باب النجاح محلول ادخل. لا، انت باش تتعب، انت اللي باش تخمم، انت اللي باش تحط معناها في مخك، انت اللي باش تسهر الليالي، انت اللي باش تتمنى ويجيك معناها تجيك معناها من حيث لا تدري، معناها العراقيل والمعضلات الكل، معناها يقول القائل انت لهنا باش تحط في مخك اللي انت ملي تتولد حتى لين تموت راك باش تنجح، تحطها في مخك الكلمه هذه وسورتو تقدر قيمه التعب نتاعك. باش يجي النهار اللي باش تنجح فيه اما ما تعرفش عليه وقتها، اما ديما حط في بالك اللي انت باش تنجح تو تنجح. هذيك الاراده وكما سميتها انا في الخواطر هذيا اللي نقولوها بالتونسي صحه الراس، لازمك تصحح راسك. صحح راسك باش توصل اللي تحب عليه. صحح راسك باش توصل اللي تحب عليه. وديما المثل هو المثل الصيني يقول لك لا تعطيني سمكه لكن علمني كيف اصطادها، فوالا معناها لازمك تعمل على روحك، ما تاخذش كل شيء مسلمه، حتى حد ما يتولد في فم مغرفة ذهب، صحيح فما اللي يتولدوا في فم مغرفة ذهب باش ما نقولوش، لكن هذه مش معممه على الناس الكل، دونك اتعب اسعى باش توصل تحقق النجاحات اللي انت تطمح لهم. قدرة ربي ما يخيب حتى حد، خاطر انت عليك بالحركه وربي عليه بالبركه وربي عليه بالبركه. حاجة أخرى للعباد بربي اللي معناها في نصيحة صغيرة، معناها اللي معناها مازالوا صغار في العمر وعندهم شكون معناها مسؤول عليهم اللي هما لي بارون تاعهم وكل شيء، بربي معناها عاونوا صغيراتكم في أحلامهم، حاولوا معناها شوفوا معناها كيفاش تعاونوهم، معناها الدزة الصغيرة اللي معاهم متاع إيقف معناها وإلا أسعى وهني معاك هني موجود، راهو بالحق معناها ما تصورش راي قداش عندها فايده وعندها دخل كبير. كي يبدا ابوه ولا كي يبدا ام ولا اخت ولا اخوه، كي يبدا مع معناها القريب نتاعو يبدا معناها يتبع فيه حتى من بعيد ويحسوا بوجوده اكاو، معناها لن يطالب بانك باش تكون معناها معايا 100% ولا حاجه اخرى. الاحاطه النفسيه هذيك مهمه برشا، راهي مهمه برشا سيرتو في البدايات يا مريم، راهي مهمه على الاخر، وخليه معناها خليه الحلم نتاع ابنائكم، خليوه معناها ديما موجود وديما في الصدر، ما تقطعوا لهمش احلامهم. هذه هي المهم جدا. نعرف احنا بعد شويه برشا اولياء باش يكونوا برونشي معنا في حكايتنا مع مدام نجيبه الجريدي، سبق الخير تلقى الخير، وديما نتفائلوا الخير رانا نلقاوه، هذا كان تفائلنا الخير بقدره ربي نلقاوه، حتى نصيحوا المره الاولى ميساج معناها ديما نحاولوا في الاعاده يفيدوا ونوصلوا للي نحبوا عليه. اكيد 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 هذا اللي باش نعرفوا بعد شويه كيما عودناهم في ساعتنا الثانيه مع مدام نجيبه الجريدي، حكايتنا وروايتنا درجتنا. مازلت متواصله معكم حتى المساء، تليفوناتكم على 70 035 120 وإلا 77 288 289. خليكم برانشي على 93.3. قرات ولي روبريك اللي نجمو نحكي لكم فيهم في درجتنا لليوم، كيما قلنا لكم الموضوع اللي كنا لانسيناه من أول الحصة متاعنا، كنا نحكي لكم على الإرادة العظيمة خاصة الأمل اللي لازم نبدأ به أحاديثنا، وهذا هو موضوعنا في حكاية وروية. حكاية ورواية. أحكى
حكايه ورويه دو غوتوغ معاهم مع مدام نجيبه جديدي. اهلا وسهلا مدام. مرحبا بمريم، مرحبا بكم الكل، حمزه عايشك، مرحبا بكم الكل. اوك خذينك على الطاير، من كنت تقري معناها من العمل الهنيه للروبريك اللي شاد من العمل للاراده تحب توصل لانفورماسيون، خاصه احنا قلنا ما نحبوش نحيوها الفقره هذه للصغيرات اللي برونشي واللي قاعدين يكتبوا معاك انت يستوحوا مكان الخرافات اللي قاعدين نحكيوا فيهم. اكيد موصلين احنا في الموضوع نتاعنا في نفس التيم باش نحكيوا. المثل نتاعنا اليوم يقول سبق الخير تلقى الخير. سبق الخير تلقى الخير، كلمه قالوها جدودنا وحتى نحن نعملوا بها ويلزمنا نعملوا بها. حكايتنا اليوم يا جماعه على رسام، رسام كبير، لوحاته معروفه مشهوره، تعرف تشهر، استدعته الاذاعات، تكتبت عليه الصحافة والمجلات، وخذ حيز من الشهرة ما شاء الله. نهار من نهارات يشمع ويصير على الإنسان باش يبتليه ويشوف ويختبر ربي صبره. خرج وخلى الغاز في داره يشعل، صار تحريقة كبيرة في محلو. اللوحات اللي كانت مش يعرضها في المعارض كلها ولات فحب، واش تعرفوا النار مع اللوح، باش ربي يزيد يقوي اكل المصاب الجلل اللي صار عليه. ما قعد عنده حتى شيء، ولا دار ولا لوحات ولا فلوس ولا ثروه ولا حتى شيء من اللي كسبه. في غمضة عين، في رمشة عين، كل شيء مشي على روحه. بالطبيعة إذا توفى الفلوس على بنادم في بعض الأحيان حتى العزيز والأصدقاء يمشيوا معاهم، ما عاونوا حد، ما وقف معاه حد، وما حس بوجيعته حد. فاميلته عاونته شوية لكن ما قعدتش تعطي فيه على طول. ومن الشهرة ومن الثراء ولا في حالة وصل بيه للتسول، ينعم التسول في الشوارع ولا يبات تحت الحيوت، هذا يبخس وهذا يسخف. وعد معدل شهور على كل حال، نفسيته تدهورت وماله حلو راح عليه. نهار من نهارات مشى قدام مصنع كبير يتسول كالعادة، تعدي وزوز نساء، يا كريم تعال اعطيني عاوني. قالوا له أنت صغير وفي صحتك كنت تنجم تخدم. قال لهم أنا رسام ومتعلمت كان الريشة واللوحة، ما تعلمتش حتى خدمة، دبر راسك تحمل مسؤوليتك، ما عنا حتى دخل. تعدى راجل آخر كيف كيف يزي راك صغير وتنجم تخدم، كيف كيف ما عطاوش. تعدى راجل آخر، يا ولدي شنية حكايتك، نهار كل وليت بحث المصنع هذايا. قال له راني كنت رسام ومشهور وبفلوسي وبمالي وبحالي، فجأة بين ليلة وضحاها أصبحت متشرد وطالب. أحكي لي حكايتك. أحكي له ووراه بعض التصاور من الصحف ومن المجلات، أعرف اللي هو فلان الفلاني اللي كان يعبر، علاش الدنيا راي ما دايما حتى الحد يا جماعة صدقوا. قالوا مانيش مش نعطيك فلوس، أما مش نعطيك باش تشري لوحات ونشري لك أنا وصحابي، تكفلت به جمعية وشريت له اللوحات وبدأ يرسم. تحسنت أوضاعه المالية، لا ربي مش يختبروا لهناك هاو. انهار من نهارات هو متعدي من كياس، يعبر في الكياس العاصمة من العواصم هو يسكن فيها العالمية من بلاد متقدم، وتضربوا كرهبة حشاكم رجلو قسمت. مشى للطبيب قال له حالتها حليلة ويلزمك ساقك تتبتر. قعد ذاك الراجل يتغبن، اش بيني من مصيبة لمصيبة، لا يزي الحريقة ومالي وحالي اللي مشى عليا، لا يزي صحتي توا وساقي، وهو في عنف وين شباب وشباب هكا ويلعب روحه، ساقي مش نصبح أعرش.
وبدا لك يندب في حظه. لكن قاعد يرسم وقاعد لوحاته تلقى في رواش. لقى باش لم مال كبير ومشى لمصحة خاصة وشاف روحه اشنية ينجم يعمل في ساقه هكلي. قال له طبيب يلزمها تدبتر. ومن حسن حظه يا جماعة الطبيب هذا جراح كبير في العظم قال له لا. تفاجأ قال له لا، ما تستحقش ساقك البتر. شكون قال لك الحكاية ذي؟ فما حديدة مش نحطوها أمور طبية حصيله وترجع تقف على ساقيك من أول جديد. ورجع وقف على ساقيه بحكمة ربانية وبإرادته القوية، ولا عمل عمليته ونجحت وزادته هذيك دافع للأمل القدام، وزاد يرسم ويرسم وكل لوحات تلقى في رواج عن رجال الأعمال ويزينوا بها المتاحف والنزل والقصور. وكل راجل رجع فيه الأمل من الجديد ولا أشهر من قبل. يا جماعة خليوا إرادتكم بالله أول شيء قوية، وما نخليوش الأزمات اللي تتعدى علينا تحطمنا، لا يلزمها تكون دافع كتبوس لنا القدام. وعمرنا ما نفقد الأمل بالله، لأن ما يفقد الأمل بالله إلا حشيكم الكافر. ولهنا تقف الحكاية. سبق الخير تلقى الخير، هو من الحكمة هذه نجم نقوله تفائلوا خيرا تجدوا، رغم المصاعب اللي كان تعرض لهم الشخص هذه. لكن وقف على سقيه وكمل في الرسومات نتاعو قبيله بشويه، هو في خواطر انت يمكن خلطش علينا مدام نجيبه. حكي حمزه برشا في الموضوع عادي على الإرادة، قالك تطيح وتقوم وتعاود تطيح وتعاود تقوم مره اخرى لين توصل تحقق الحاجات اللي تتمناهم، خاصه وترسم اهداف في حياتك باش توصل اتحققهم. وانا قلت قليل اللي تولد في فم ومغرفة ذهب، الناس كل لازمها تسعى باش تكون روحها باش تكون عصامية تبني من المصفر. نطيحوا ونعاودوا نقوموا، والكلمة الأقوى من هذو الكل هي العزيمة، خاصة واحد لازم تكون عزيمته قوية باش ينجم يوصل يحقق الحاجات هذو. هكا ولي مدام أكيد. فما مسلسل جابوه قبل يا مريم، من عرش تعرفوا ولا لا؟ لن أعيش في جلباب أبي. ألوغ لا، مسلسل البطل نتاعو نور الشريف ومجموعة بلا كامل حاسين ما يهمناش الكبار اللي في مصر كوميدي صحيح. والقصة يظهر لي نجيب محفوظ كان صدقني ربي، قصة روعة تحكي فيها المضمون اللي نحن نحكيه فيه توا. معناها الطفل بوه لبس عليه وكون له ثروة، لكن هو أباه باش ينطلق بكل الحاجات اللي أعطاهم له. لا يلزمني نبني روحي بروحي ونطيح ونعاود ناقف ونطيح ونعاود ناقف. راهي الدنيا كلها ابتلاءات يا مريم بالحق. عمرها معناها ربي هكا مش عايشنا في من اللي نتولدوا اللي نتوفيه ونحن فرد اصلا ما السعاده ما يدولي ما عندهاش معنى. اذا ما نذوقوا شويه بؤس وحزن ما نعرفوش القيمه بتاع السعاده، واذا ما نذوقوش الفشل ما نتبنوهاش ونلقاوش طريق النجاح ونلقاوش بنة النجاح وطريقه. دونك خلينا ديما نؤمنوا اللي أكيد بعد الشدة لابد باش يجي الفرج. إن شاء الله هذه الحاجة اللي يلزمنا نوصلها للكبار وللصغار زيد، وخاصة الصغار ممكن اللي يسمعوا فينا مدام نجيبة اللي ديما نقول لهم معناها حتى هو نلاحظوا احنا في الصغيرات اللي يبدا ما عندهمش طموح. تجي فما صغار بارفوا تسالهم تقول لهم شنو تحب تطلع انت نهار اخر، تلقى صغار ما عندهمش اجابه. وهذا سي مالوغو خاطر بعض ماهوش باش يخليهم عندهم دفع معين يحبوا يوصلوا لحكايه معينه، يكون طموحاتهم تقريبا ما فهميش شنو السبب اللي يخلي الصغير كي تساله يقول لك ما نعرفش شنو. حتى يبدا معناها كمان مانيش نحكيو على صغير في 3-4-5 سنين، صغير اكبر شويه باقي ديما كي تساله يقول لك ما نعرفش شنو نحب نطلع، ما زلت ما نعرفش. هذه الطموحات نجم تقتل الاحلام نتاع الصغير، تعيش ويعيش الصغير ما عندوش هدف. وراي اكبر مصيبه الامه، ما نقولش للبول، اكبر مصائب الامه انه الجيل نتاعها ما عندوش هدف من غير اهداف. روك انت قلت لي ولد 3 سنين، ليه ولد 3 سنين تنجم وهو صغير ابابا اي مثلا هذه المكعباتك لي كوب هذوكم اي ابني لي بهم تو نحبك تصنع لي بهم حاجه. هذيك مش هدف، ويركب هذه فوق هذه، هذيك بدي تزرع فيها كل حاجه يعملها حاجه يبتكرها حاجه بناء الحاجه. وهكذاك مشي تراكم ومشي تكون ويطلع الانسان طموح. الوالدين مثلا حتى كي ظلوا قاعدين مع صغارهم ابابا ايش تحب توصل؟
طبيب محامي بناي نجار أي حاجة يقولها المفيد عنده هدف يلزم بالحق النقطة ذي أهداف صغيرة بالحق يلزم الصغير عنده هدف أمة لا تؤمن بهدف أو لا تسعى لهدف فهي أمة هائلة إلى الزوال هائلة إلى الزوال أقول وأشدد على الكلمة هذه أكيد من غير أهداف ما نجموش نعيشه حمزة أكيد أنت عندك في الموضوع هذا قلت ديجا أنت حتى برمي لي زاستوس اللي تخدم بهم وفهم هكا دي فينومين النجم ونعملهم وكل فما شكون معنا في الأوف زيدا اقترح شاء الله طول المرة الجاية يتفعل معنا في الموضوع اللي فما لازمك تحط أهداف معينة أنت قلت مشيت واستعملت لزاستوس هذو ما مشي معك برش كمان به فما قبل كل شيء فما عالم أمريكي معروف بالحق عنده في مخه برشا قرر نهار من نهارات باش يبدل حياته أنا هو إنسان بسيط وكل شيء الحكاية صغيرة باش ما نطولش عليكم برشا إنسان فقير حبي يشري كمانجا معناها طفل صغير ما عندوش إمكانية مش ياخو في فيولون مش يعزف بها يمشي يقف قدام الفترينة متاع اللي يبيع في الآلات ومعناها ويشوف معناها فك الآلة ذيك وقاعد معناها يحدد في مستقبل ويحلم لكن لهنا العائق اللي عنده اللي هي الفلوس الإمكانيات فاق به معناها مولا المحل ذيك وحب شنو يشوف شنو الحكاية عيط له باختصار حسيله عيط له وعطاه الكمانجة هذيك معناها كهدف معناها هدية وقال له أصنع أهدافك وأصنع معناها كذا السيد هذا معناها باختصار اللي خذاه الفيولون الصغير هذا معناها اللي هو توا معناها اللي يقريو عليه وكاتب معناها السمفونية السابعة والثامنة بيتهوفن هذوما قصص النجاح اللي نجموا نستوحاو منهم معناها احنا قصص النجاح نتاعنا متعدده فما برشا قصص النجاح بالحق صعوبات راهو نحكي لك راهو عباد راهي ما عندهاش فلوس عباد ما عندهاش وين تسكن معناها تسكن في البرد عباد بالحق ما عندهاش شكون في حياتها معناها يقولوا لهم هيا امشي وهيا معناها اني معاك عرفت يصنع روحه عصام يصنع روحه من معناها من لا شيء فهمتني ولاستيس الاخرى اللي هي معناها في كتبت في كتاب اسمه The Secret ننصحكم باش تقرأوه The Secret حاسين ننصحكم باش تحلوا الفيديوهات متاع الإنسان هذي اللي حكي على الكتاب هذي وكيفاه معناها طبق الحاجات هذي وأنا طبقت منه حاجة ومشيت معي الحاجة باختصار اللي هي أنه كل إنسان نعرفه عنده أهداف وعنده طموحات أنت كي تقوم كل صباح يلزمك أبسط شيء معناها مش عطيكم طريقة تعمل 7 أوراق تكتب 7 أوراق راه ماهوش تسجيل وماهوش يروا ايوه طريقه باش تحفز بها روحك صحيح انا مش نستر روح الشريره ولا حد شيء نحضر 7 أوراق هكا صغار نحطهم كيما نقولوا مقابل الفرش نتاعي كل ما نقوم الصباح فهمني الهدف ورا الهدف ما نخزر الهدف الثاني إلا ما نقوم على الهدف الكتيبة اللولانية 20 مرة 30 مرة ولازم نطبقها في النهار هذاك كل شيء راهي باش تنجح معكم برش وربي يوفقكم الناس الكل ولا. هما يقولك حتى في الإيتار ذي برمي العبيد الناشين حتى في حياتهم اليومية ممكن مدام نجيب يقولك أعمل أهداف كل نهار أنت شنو باش تعمل باغ إكزومبل نقول معنا إحنا اللي فهم الناس اللي في الدار يسمعوا فينا شنو باش تعمل أنت اليوم عندك ميناج باش تعمله عندك شور باش تقضيها حاجات باش تعملهم دونك تعملهم باغ أوردر بعد جينيرالمون تجي تشوف روحك في آخر النهار تقول إجا خليني نشوف روحي أنا شنو عملت في النهار هذوك برمي الأهداف اللي حطيتهم وإفكتيفمون فما برشا إنسان اللي يحطوا الأهداف هذوك تفيق بروحها اللي هي تنظمت في حياتها وهذا اللي يفرق بين امرأة وامرأة اللي هي حاطت أهداف ماهيش هكاك تكون مش عارفة روحها شنو باش تعمل وقتها ديجا باش تدخل في عدم الانتظام ماهيش منظمة في حياتها ماهيش عارفة روحها شنو باش تعمل وتلقى روحها بخاتيك مو كملت 24 ساعة نتاعها من غير ما عملت حتى شيء وهذا اللي يقوله لك إنسان يقول لك نهار كامل في الدار الوقت كل في الدار ونخرج نلقى روحي ما قضيت حتى شيء في الدار ما عملت حتى شيء للي شيء خاطر فماش نظام في الحياة نتاعنا كيف النظام زي ده يكون من ناحية الشراي نعملوا أولويات نتاعنا تقول أنا عندي هدف معين باش نشري الحاجة هذيك في الوقت هذيك في الشهر هذيك وتحط أنت تلم لها فلوس معينة حتى كان ما خلطتش على الأقل وصلت قربت توصل للهدف نتاعك من ضمن الحوايج هذوما تمشي بهم مدام نجيبك مرأة وخاصة كمرأة عاملة خلينا نقولوا اللي لازمها تكون منظمة في حياتها وعندها هدف معين عرشت على موضوع كبير المرأة العاملة يلزمها تكون بالضرورة ما عندها حتى خيار إنها تكون عندها بلانينج في حياتها وكل حاجة تعمل لها البيدجي متاحة نحكيه من ناحية المالية مثلا اليوم مش نقري أنا مثلا اليوم نقري 8 متاع الصباح
معناها دوفيس يلزمني من الليل مثلا عشية طايب ساعة نحن في دار منظمة. داري منظمة خدمتي بالطبيعة نحن بحكم في التعليم يلزمنا برنامج مش نقري اليوم هذاك معروف موجود عندي سويعة ولا سويعتي من زمان مع مريومة وحمزة يلزمني أيوة. عندي زيارة لفاميلتي بعد فهمت هذه أبسط حاجة حاجة أخرى مريومة الموضوع اللي حكيت فيه أنت فما مدرسة خاصة في الخارج في أمريكا فارض على المربين نتاعها مع البرامج التعليمية تعلم التلامة نتاعها كيفاش ينظموا كل يوم يوم معناها ينظموا حياتهم اليوم مثلا مش برنامجنا مش تعملوا التضامن مفهوم التضامن مش تعمل حاجة في مفهوم ذاك غدوة الحي مش تجي تحكينا انت ايش عملت في المفهوم ذاك ايش عملت في مفهوم التضامن غدوة يكون مثلا الموضوع متاعنا مش نحكيه على التعاون محبة شنو فهمت كل يوم يجيوا كالصغيرات بخلاف دروسهم وامورها بذيك يجيوا شنو عملوا فك المضمار ذاك من جاسة من موقف من حاجة دونك يتربى مع التعليم للتكوين الشخصية, الشخصية وهذا هو عنصر يعني. يلزمنا توا ونحن في أمس الحاجة يا مريم باش نبنيو شخصية متوازنة خاصة في الظروف في الظروف اللي احنا نشوفها في المجتمع اللي نشوف فيه وفي عدم من النظام اللي قاعدين نعيشوا فيها الناس الكل نشوف احنا مواضيع تجبد بعضها حكينا على الإرادة حكينا على العزيمة حكينا على أهم نقطة اللي هي النظام كيفاش تنظم روحك باش توصل تحقق الأهداف نتاعك وما تخافش من اللي شيك احنا معناها الفشل ما لازمناش نخافوا منه كي نجيو نشوفوا الناس اللي ناجحين في حياتهم نلقاوهم فشلوا في قداش من مجال حتى نحن نحكيوا على المستوى الدراسي اذا كان فشلت العام الاولاني العام الثاني ما تأيسش علماء معروفين يا مريم بالحق كما اينشتاين قداش خذا الباك على قداه معناها تصور معلومه تعرفها معناها ولدك ثم مره سبع مره حاجه منك منش حق نسيت قداه اما برشا مرات تحاول معناها يزمك ديما تحاول يزمك ديما تحاول خاطر لازم مره باش تصيب المحاوله ما فماش علاش اللي هو اللي كل النفحه من الاولى اللي يقول لك طارت النفحه كل شيء هذاك وقتها السقوط نتاعك يلزمك انت تخليك ديما معناها جاهز للسقوط نتاعك اكثر من النجاح باش تبني عليه اكثر الاقل احنا مازلنا واصلين معاهم دارت شتنا مازال عنا في الوقت ما مشيت حمزه خلينا نعمل هكا وقفه بصوتك انت وقفه موسيقيه مع الناس اللي معادلين موجه في الطقس هذيه طقس سخون شويه الحقيقه 35 درجه في ولايه القايره وين نقول لهم سيسر روحكم الناس الكل خاصه يعملوا وسبل الحمايه باش يحميوا روحهم من شمس في التوقيت هذايا ندندن لهم شويه ندندن شويه باش نختاروا اليوم مقطع من الفوندو نسمعوا حاجه فوندو مزيانه مزيانه على الاخر ان شاء الله تعجبكم تونسيه اي نسمعوا فراق الاحياء يذب للروح الروح ويا عين يا عين بالدمع نوحي نبكي والقلب مجروح نبكي والقلب مجروح من يوم ما فرقت روحي خالي ما يسلمش فيا أمان 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 يديني من زين ونحشم أمان 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 مقصوفة والخد محجم أمان 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 في حبه مانيش مسلم أنا لي هو لي ما أشواق القلب للتلاقي لو يضربني بعود قماري أمان 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 ويحلفني عالبخاري أمان 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 في حبه مانيش مذاري
انا لي هو لي ما اشواق القلب لي التلاقي. الله الله مسيش صفق عليه خالي ما يسلمش فيا خالي ما يسلمش فيا نتصور هذه وهذه تحكي على الاراده راني هنا علاش انا راني غنيتها بالعاني هذه راهي المقطع هذه يحكي على الاراده والثقه في النفس والثقه في النفس هذه كان تعرف حكايتها برا على روحك مسيش تنجف شيخ الحكايات احنا مازلنا موصلين درجه ما وقعتش عنا برشا في عمر الميسيون ما جوست نخرج وقفه صغيره مع الموسيقى ونكملوا نعملوا هكا درجتنا نكملوها في موضوعنا العزيمه الاراده القوه وخاصه الامل تفائلوا خيرا تجدوه في دردشه شنو تعمل ديما الحديث يهزنا في الاوف اكثر منه في الديريكت الحقيقه خاطر كان حمزه يدندن قبيله بشويه قلنا له مسيش احنا في الاوف دندننا قلنا حمزه وانا هي مهمه برشا الاغنيه اللي كنت ديجا انت تغني فيها في التيم نتاع الموضوع اللي قاعدين نحكيو فيه نحكيو على الاصرار العزيمه التفاؤل بالخير اللي هو باش نبنيو بها حياتنا ومهم جدا كون نبنيو بها حياتنا حكينا زيدا مدام نجيبه كيف على قلنا الاولياء والدور المهم نتاعهم كيما حكى حمزه قبيله قال الاولياء هما دورهم مهم باش يبنيو شخصيه الصغيره نتاعهم ويزرعوا فيه الطموح يبنيو يكون عنده حلم وعنده هدف خاصه تحيات. قبل الحلم يكون هدف عنده اهداف معينه حتى لو كان يكون هدف بسيط جدا تصوري بكل الصغير ما يعرفش يبني اهداف كبيره نحن مش نعلموه البلانينغ الشخصيه صحيح وكيفاش ينظم الاولويات نتاعو يلزمني توا قبل ما نمشي نلعب يلزمني نعمل براس السنايا نلبس حوايج هذاك اهداف هذاك هو باش تنظم صغيرك احنا قلنا نحكيوا على النظام واش نظم انت ديجا صغيرك ديجا هذاك السلوك اليومي صغيرك تقول منظم تقول مثلا واحد تقول لك صغيري انا يرقد في وقت معين ومنظم ويعرف الوقت نتاعو دونك فما ديزا بي سي يكون هو متعلمهم وقت اللي يعرف روحه سي بون جي البروساج نتاع سني في الليل وبدل الحوايج نتاع النوم سي بون يعرف روحه ديريكتومون هكاك صغير ما يتعبكش رغم اللي نعرفو صغير عنيد اما يكون تعود ديجا معناها فما التعود اللي هذيك يتخلق في الحيط نتاعنا فوالا نرجعوا للغنيه حمزه نحكيوا على قلنا احنا معناها الاسرار نعطيهم لمحه صغيره لمحه صغيره على الاغنيه هذه الاغنيه اسمها الفوندو الفوندو هو معناها شكل موسيقي معناها نقراوه معناها في الموسيقى وكل شيء الاغنيه هذه ايش تقول نميت نملم خليل وعديت الايام طالو الغنية ذي تحكي على برشا إصرار وبرشا خدمة القدام على حاجة تحبها تقول الحكاية فما يهودي حب مسلمة قالوا له ما تاخذ المسلمة هذه إلا ما تدخل دين الإسلام هو معناها كي كتب الغنية سي اليهودي هذا قال نميت نملم خليل إيش معناها؟ معناها بكيت بكى البعير نميت هو الحاجة تجي من البكاء والمخليل هو السرب البعير معناها كل اللي تعديوا جمولك الصغار اللي تعديوا وعديت الايام طالوا في غيبتك واش قالوا حاسيلو في الاخر معناها اللي غنيت لكم انا يقول قالوا له حاسيلو ما توصل تاخو المراه هذه الا ما تمشي تحلف عند سيدي بوسعيد الباجي وقتها هو موجود في فتره سيدي بوسعيد الباجي وتمشي تغسل بماء زمزم وكل حاجات هذيك معناها ما توصل تاخوها هو قال لهم مستعد نعمل الحاجات معناها هذوما الكل المهم نوصل اللي حاجتي بيه معناها سيدي للهدف نتاعي فهمتني في الاخر عاد ردت عليه معناها محبوبته وعشيقته قالت خالي ما يسلمش فيا معناها خليل الخال هو الحبيب قالت خالي ما يسلمش فيا يا ديني من زين ونحشم معناها يديني تتغزل به راه مش حتى نمشي معكم البعيد خاطر انا مانيش نغزر لها كي نغزر له راني معناها هو بكله معناها عاجبها معناها دخلت في السيستم نتاعك الانسان هذاك اللي حبته بكله التصرفات نتاعه وشكله شخصيته كله ممكن حتى الاسرار نتاعو الزين نتاعو مش الشكل راه الزين معناها كل العزم وكل اراده وكل قوه وكل الجمال والتحديات التحديات اللي على خاطر قالت يا ديني من زين ويحشم هو ليا وانا ليه
هكا وربي يكتب الناس الكل، ربي يفرح كل ربي يفرح الناس الكل. الاسرار العزيمه اللي شنو نجموا نزيدوا من الصفات هذوما باش تكون حياتنا محليها رغم الصعوبات. بعد احنا قلنا معناها باش تحس بالتعب نتاع الفشل اللي تعديت به، الحاجات الصعيبه اللي تعديت بها، تحس بطعم النجاح نتاعك. اذا كان يجيك نجاح بالسهل ما اكيد ما تحسش بطعم النجاح اصلا. هو كيفاش نقولوها، كي يبدا الانسان يبني في السلوم، مثلها بالبناء ابسط مثال، بالدريجه 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 لين يوصل يطلع لاعلى الدرجات لاعلى المراتب. هكاك الشخصيه بتاع الانسان كي يبدا ينجح وبعد يتعثر وبعد يرقى عراقيل، بعد تصير له ازمات، تتفك له كل حاجه، يسمع كلام خايب. نحكيوا على الميدان، في كل ميدان فما التنمر، باش تلقى برشا حاجات في الميدان، معناها العثرات مش تلقى اللي يعرقلك هذوك ما يزيدوك. اذا كان انت هذوك تعديتهم وفتهم وتجاوزتهم ونجحت، تودقوا كيفاش معنى النجاح. خير من اللي يجي كاكا ساهل ماهل بالتدخلات، وفلان دخل لي وذاك داريني وهذاك عامل لي، ما عنده حتى بن. صدقوني تصديقا لكلام مدام نجيبه، والله والله يا جماعه بالحق راهو ما عندكمش فكره على التذوق وكل تتبنى انك النجاح اللي تنجحوا اللي بعد جهد وجهيد، ولا بعد عمل صعيب، والا بعد مكافحه كبيره، والا بعد اصرار وعزيمه. راهو ما عندكمش البنه نتاعو قداش بالحق راهي حاجه ما تتوصفش. يعني تحس بروحك اللي انت عملت حاجه معناها تتفخر به. أكيد موضوعنا اليوم كان مهم برشا، هو الإرادة العزيمة، وقلنا احنا جاي في سياق بعض، ورغم معناها ما كنتش فما عدد مسبق خاصة في حكاية روي خاطر خلينا احنا ديما للصغيرات، لكن جيت بالصدفة في نفس الإطار نتاع الخواطر اللي حضرهم سبحان حمزة قلب عقل وأي كهو سبحان الله. استنستوا ببعضكم الأفكار، نعتبروا بالحق متطابقة بالحق. اللي فما عبادك اللي تحسوا بموضوع آخر، أما تحسهم معناها تنجم تتناغم معاهم حتى في الأداء. الحمد لله إن شاء الله ربي يفرحك وعايش ولدي ويصلح حالك. مشكورة أكيد أنت ديما مأثرت لنا الحصص مدام نجيبة جريدي بالحكايات والروايات، ديما نذكرهم هو من نص نهار المساعتين تكون فما حكاية ورواية. ممكن إن شاء الله مازال عندنا خدمة احنا في الإيميسيون تاعنا نتاع دردش، إن شاء الله باش تكون فما حاجة أكيد مسجلة فيك. أنت ما تنجمش تخلط علينا في الساعة الأولى مدام نجيبة مالوغوزمون، خاطر الخدمة نتاعك تتطلب اللي أنت كان كتكون مع صغيرات غادي في المدرسة. سينو ديما تلتحق بينا أبغتيغ من ماضي ساعة، الناس اللي برونشي مع مدام نجيبه ديما ابارتيغ من ماضي ساعه كون نهار سبت يلقاوها في حكايه ورويه ومع الامثال الشعبيه نتاعنا. حمزه ميساج مازالوا عندنا ثلاثه دقائق، نحاولوا ندندنوا هكا نزيدوا حويجه للساده مستمعين قبل ما نختموا الميسيون نتاعنا. زعما النار تطفى شو نبرا من وجعاتي، تكوى قلبي بقداش من جمرة فوق جرحاتي. يا حبيبي طولت الغيبة، نار الهيبة الفرقة صعيبة، هان عليك خليتني غريبة، دمعي سكيبة زاد ليعاتي. الله الله على حمزة بالشيخ، هي الغربة صعيبة ولا نطفع عليكم من الليعات ومن الغربة ومن الوجيع، حتى هذه فوندو. أنا رني من غني، أنا رني من غني كل الحاجات اللي نحسهم، وهذه سبيسيال ديديكاس أنا نهديها لسومية اللي في الكويت، نهديها هي مستمعة وفية لينا. إن شاء الله ربي يلم شمل الناس الكل بيان سور. أنا مزينة برشا الحقيقة، أنا نهديها بالإحسان بنتك في تالي أكيد نوجهولها تحية. إن شاء الله ربي يرد غرب
تجربه الناس الكل وربي يعين الناس الكل. ان غو ميرسي الحقيقه للكيب اللي كانت معنا اليوم، بدايه بمدام نجيبه الجليزي اللي ديما تامن لكم حكايه ورواسي، حمزه بالشيخ اللي حاضر معنا ابارتيغ من الاسبوع الجاي باش يكون معنا تقوى المليح تستناوها زايده في لي زاستوس اللي باش تهمكم انتوما. بالحق مريم اللي سمحني باش ندخل نخليكم برونشي خاطر الجمعه الجايه فقره بالحق مزيانه على الاخر تهمكم وتهم معناها المراه اللي تصنع روحها من لا شيء وتعمل حاجات بالحق مزيانه مزيانه على الاخر، وهذا شرف للمراه يتحسب. اكيد ديما احنا نثمنوا المراه والمجهودات نتاعها. موضوع زيد مهم الجمعه الجايه نحكي فيه، نخليكم مش نقولكمش نخليكم هكا افون غو شويه تو نلانسيو ان شاء الله في وسط الجمعه الموضوع نتاعنا للجمعه الجاي فيما يخص المراه القويه اللي تساهم في بناء المجتمع. أكيد. مشكور جدا زيد نوفل الشرطاني في الاخراج التقني للحساسين، وما ننساوش عبير اللي امنت لكم كوتي ديجيتال. شوي اخر جيكم سيوار نورمالمون نوفل سيوار بن حميده في الاخبار، سيوار بن حميده في اخر الاخبار المحليه العالميه والجهويه، سينو معها عبد الله الحطاب من قسم الرياضه. مريم منصوري كوتي ميكرو نقول لكم ان شاء الله انا وياكم نتقابلوا في سونتي 5.0 انطلاقا من هالاثنين. خليكم في متابعه طيبه لبقيه البرامج اللي سبق فرهمكم الحياه فن. درتشتنا لنسى الكل، درتشتنا على نجاحك كفاحك طموحك، درتشتنا على أحلامك قوتك سحرك وجمالك، درتشتنا على صحتك دارك وعائلتك. درتشتنا لنسى الكل، درتشتنا على نجاحك كفاحك طموحك، درتشتنا على أحلامك قوتك سحرك وجمالك، درتشتنا على صحتك دارك وعائلتك.